السلام عليكم، شلونكم حبايبي طلابنا الحلوين؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. بالبداية أحب أقول لك يعني عبارة إنه لا تنساها أبداً وتخليها دائماً بذهنك. أول شيء، إذا ما تضحي بالأشياء اللي تحبها، يعني حالياً مقبلين على امتحاناتنا باشر وراح تستمر، وخاصة اللي يشوفون الفيديو من الثالث متوسط والمراحل المنتهية. فإذا أنت تسوي مثلاً تقعد ساعة بالتسعة بالعشرة تقعد براحتك، تنام مثلاً من وقت تقعد براحتك وعندك الوقت عادي، لا، حاول أنه تنظم نومك، تنام من وقت مثلاً، تستيقظ من وقت. إذا أنت متعلم أنه تنام مثلاً بالوحدة ثنتين اوكي، لكن تقعد تحاول تقعد بالسبعه، على الاقل بالسبعه، تمام، على الاقل. اذا ما تضحي بالاشياء اللي تحبها والاشياء اللي تحب تسويها كل يوم، فانت راح تضحي بشغله راح تحلم بيها طول عمرك. فتعيد ترتيب حساباتك، تعيد برمجه حساباتك، وتشتغل صح، تقعد من وقت، تنام، ترتب وقتك، وقت قراءتك، وقت دراستك، وباكر أول ما تدخل أنت لازم امتحانك ساعة 8، أول شيء تروح من وقت، تطلع ساعة 7:30 على الأقل، 7:15، 7:45 تكون وقت الامتحان. وحاول أنه لا تراجع قبل الامتحان، حاول أنه تكون مكان وحدك ولا تنسأل وتسأل وما أدري شنو، تسوي نقاشات قبل الامتحان راح تسوي إرباك إلك. تدخل الامتحان براحتك، حر، وايد طلاب زينين يدخل الامتحان ينسى الأول والتالي، ليش؟ تدخل الامتحان براحتك مرتاح، ما عندك شيء، تقعد تقرا مثلا سورة الفاتحة تسهيل امر، اقرا سورة الفاتحة للمبني تسهيل امر، ادعية مثلا عندك، دعاء حفظ، دعاء تذكر، ما ادري شنو، ماشي، اسبح، اذكر الله سبحانه وتعالى. ماكو يعني الطف واجمل واقوى من يعني التسبيح، اذكر الله سبحانه وتعالى، اسبح، لان يعني يسبح لله ما في السماوات والارض، صح؟ فكل هدوء، محضر لازم قرطاسيتي، شنو الاشياء اللي لازم احضرها وياي اروح، يعني باشر من تروح لازم انت اذا ما عندك هاي الاشياء تروح لاقرب مكتبه، تروح تجيبين قلم رصاص، على الاقل جيب لك 2-3، ولا تجيب ميكانيكي، جيب قلم رصاص عادي واكو نوعيات زينه. 2، جيب مساحتين على الاقل، مساحه احتياط، خاف مثلا تضيع مساحتك كذا، وجيب لك مقطاطة، ترى هي مو غالية، ماشي، حتى لو سنة بألف دينار وانت حتى مرتاح تكون بالامتحان، ما تروح تطلب من فلان ومن فلان وكذا وبداخل الامتحان. فأقلامك الرصاص، مساحتك، مقطاطة، وتجيب قلم أقلام جاف على الأقل 2، جيب أزرق وأسود، ماشي، ولا تجيب من هذا أبو الألوان وكذا، جيب قلم عادي، مثلا هذا الجاف، مثلا مثل هذا القلم، او قلم عادي يعني، ماشي، اي قلم ازرق او اسود، تكتب اسمك، اجاك الامتحان، اجاك الدفتر الامتحاني، اكتب اسمي، رقم الامتحاني، الشعبة، الصف، مرحلتك، يعني الاول متوسط، الشعبة جيم مثلا، ماشي، اكتب الرقم الامتحاني، اذا عندكم ارقام امتحانية اكيد يعطوكم ارقام امتحانية، وابدي بالاسئله. من تجيب يعني من تجي الاسئله، اقرا السؤال، الاسئله، اروح سؤال سؤال، هذا السؤال جاوبته اوكي، اول شيء اشوفه من اقرا الاسئله انه هذا ترك نقطه، ترك نقطه، اكتب على اسئله حتى من اجاوب ما انسى الترك مالتي، هاي نقطه مهمه جدا، نركز على الترك، مو تعوف تجاوب لخمس نقاط مجاوبون خمس نقاط، وهواي نشوف حالات انه بالانجليزي او باقي المواد مجاوب 5 الأخيرة صحيحة لكن الثانية خطأ، اترك الثانية وخلي الأخيرة الخامسة، راح المصحح يضطر يترك له الأخيرة ويحسب له الثانية خطأ، هذا قانون انه الأخيرة تترك اذا ما تارك. فانت تتأكد من الترك وتشوف الشغلة اللي مو زين بيها ما متأكد منها اكتبها ترك، والأخيرة مثلا وكذا اجاوبها. فانتبه للترك، كل سؤال عليه ترك اكتب عليه ترك، على اسئله ترك واحده، ترك نقطتين مثلا، ترك فرع، اكتب على اسئله حتى منها جاوب ما انسى. ومن اريد اجاوب ابدي سؤال سؤال، سؤال الاول الف، واكتب السؤال الاول الف، ومن اريد اكتب السؤال الاول باء مثلا
أجر خط وأخلي مسافة، يعني مو تحشكن سؤال فوق سؤال، وأنزل مسافة وأكتب سؤال الأول فرع باء وأجاوبه، من أروح أنتقل للسؤال الثاني أيضا مصدر مصدرة، جيبوا ياكم مصدرة، خطط فتشي، يعني يكون دفترك نظامي مرتب نموذجي، حتى المصحح يعني إن دل على شيء دل على ترتيبك ونظافتك واهتمامك بالدفتر، فأكيد يدل على علمية الشخص مرات، فراح أكيد تحصل عليها درجة. فبيناتنا فتروح من تروح للسؤال الثاني تترك مسافة، لا تحشك هنا الأسئلة كلهم سوا، ماشي. والشغلة الأخيرة إنه تأكد من الترك، بعد ما أذكرك إنه عندك ترك تأكد من الترك، وتخلي مسافة بين سؤال وسؤال، مو تحشك الأسئلة كلها. حاول إنه لا تكتب عبارات جانبية، بروح لحسين نجحني، بروح لحسيناني ما أدري شنو إبداع، أمك خلي لي درجة على الإنشاء وهو ما كاتب كل شيء، فذن السوالف ابتعدوا عنهن، لأن راح يعني يعتبرن غش، وإذا غش صفر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، لا تكتب بالقلم الجاف داخل الدفتر، دفتر لا تكتب به بالقلم الجاف أبدا، حتى رقم واحد رقم اثنين ترقيم لا تكتب به القلم الجاف، فقط الاسم أكتب به اسمي ومعلومات اللي بالبداية، وألزم القلم أسده وأضمه بجيبي، ما أريده بعد، تمام. هذا القلم بعد انتهت من مدة، أجيب أقلام الرصاص أشتغل بالقلم الرصاص. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وإن شاء الله أدري بكم أبطال، وراح تجيبون درجات عالية، وأتمنى أنه يعني كل ما تشوفون يعني نفسكم، مثلا إذا أنت زين بالامتحان الأول أخبرت بالامتحان، أوكي موكو مشكلة، أروح الامتحان الثاني بقوة أكثر وأجيب درجات عالية وأنجح. فترى الفرصة اللي عندكم اليوم ما راح تتكرر أبدا، ما راح تتكرر، فأريدكم تشدون حالكم، وأدري بكم إسباع، وإن شاء الله أنتوا قدها وتجيبون الدرجة العالية، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله بأعلى المراتب أعلى الدرجات أعلى المعدلات، مع ألف سلامة.